تواصل وحدات من جيشنا الباسل تطهير حي باب هود في حمص القديمة من رجس الإرهابيين، حيث لاحقت وحدات الجيش عشرات المسلحين وقتلت عددا منهم وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة ونفق كان الإرهابيون يفرون منه. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يوم بعد آخر تتهاوى المجموعات الإرهابية المسلحة تحت ضربات أبطال الجيش العربي السوري. نحن الآن في أحد أحياء حمص القديمة، وبالتحديد في حي باب هود، هذا الحي الذي تم تطهير عدد كبير من الكتل التي كانت تتمركز بها هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى قتل عدد كبير وجرح عدد آخر واستهداف أوكار هذه المجموعات في الأماكن التي كانت تتحصن بها. يعني هنا أحد المكاتب التجارية في حي باب هود، كما تلاحظون الدمار لحق هنا كما لحق بكافة المناطق التي دخلت عليها هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. في البداية تمت سرقة محتويات هذا البناء وهذا المكتب، ومن ثم يعني تمت تدميره، وأيضا كما تلاحظون الفتوحات من أجل الانتقال من بناء إلى آخر منتشرة بكثافة في أحياء باب هود. عدد كبير من العبوات الناسفة التي تم تفكيكها على أيادي فرق الهندسة في الجيش العربي السوري في حي باب هود، كما تلاحظون بأحجام مختلفة وزنات مختلفة، جميعها كانت موضوعة ضمن المنازل بهدف إعاقة تقدم أبطال الجيش العربي السوري والحاق أكبر خسائر في الأبنية داخل حي باب هود. كان في أحياء حمص القديمة أو في أحياء الخالدية. نحن الآن في أحد الأماكن التي ترصد تسلل المجموعات الإرهابية المسلحة على أكثر من جهة. الآن تماما أمامنا هو طريق حما، أيضا هو كان مكان وطريق عبور للمجموعات الإرهابية المسلحة. يتم استهداف أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تحاول التسلل والهروب من المناطق التي تتواجد فيها. أيضا شارع بيت رجوب، هذا الشارع معروف جدا في محافظة حمص. هذا الشارع أيضا يعني كما تلاحظون في الصورة هو الآن مكان تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى أنه مكان عبور كمائن كبيرة لأبطال الجيش العربي السوري. كل يوم يكون هناك عشرات القتلى من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تحاول الفرار والهروب. وحدتنا الموجودة في قطاع جورة الشياح تقوم بنصب الكمائن للمسلحين الذين يحاولون الهروب من اتجاه الخالدي باتجاه شارع بيت رجوب. أيضا هذه أحد الأنفاق الموجودة في مكان تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة. هنا أيضا كمائن كبيرة لأبطال الجيش العربي السوري، أي مسلح يخرج من هذا النفق يكون مصيره القتل على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. إذن هي معركة الحسم في أحياء حمص القديمة والخالدية، فيوميا سقوط عشرات المسلحين قتلى ومن يحاول منهم الفرار، فكمائن أبطال الجيش العربي السوري لهم بالمرصاد. كانت معكم كندا الخضر لأخبار الدنيا